وحشتوني كتير. النهارده جايه اعمل لكم مفاجاه، اعمل لكم صينيه مكرونه بشاميل طالعه بالطريقه الحلوه دي. تعالوا نقطع منها ونشوف. كلها بقى بشاميل والتشيز سايح فيها حكايه. ودلوقتي هحط المكرونه، طب الميه غليت هنسلق المكرونه نص سوا عشان لسه هنكمل سواها في الفرن. هعمل لكم العصاج بطريقه حلوه قوي. احط اللحمه المفرومه الاول، حوالي باول لحمه مفرومه، احط حوالي معلقه فلفل اسمر صغيره، معلقه ملح، احضر البصله اجيبها على اللحمه المفرومه. هالباول لحمه هحط بصله متوسطه كده. بعد ما بشرت البصله احطها دلوقتي على اللحمه. حط رشه بس جوز الطيب، جوز الطيب مع اللحمه بتدي طعم حلو قوي. انا هسيبها بقى 10 دقايق وهطفي عليها. كده المكرونه اتسلقت نص سوا عشان هنكمل سواها في الفرن. اول خطوه هعملها قبل ما احضر البشاميل، هجيب المكرونه اللي انا سلقاها احطها كده، والمكرونه سخنه هحط الزبده، طلعت قطع زبده كده، وهرش ملح، رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهقلبهم كده مع بعض وهي سخنه. وبعد ما خلطت الزبده مع الملح مع الفلفل هجيب العصار احطه عليها برده. دي طريقه جديده وسهله وطعمها في الاخر بيطلع خطير. هقلب بقى العصاج مع المكرونه مع الزبده مع الفلفل كده، جهزنا مستنيين بس ايه نعمل بشاميل. دلوقتي هبتدي اول حاجه احط الزبده، انا بحط الزبده احط بس حبه زيت صغيرين علشان الزبده ما تتحرقش. هسيبها تسيح الاول قبل ما احط الدقيق. الزبده بعد ما ساحت مع الزيت احط 3 معالق كبار دقيق، اول خطوه هحمر الدقيق مع الزبده حلو قوي لغايه ما يدي اللون الذهبي قبل ما نحط اللبن. بعد ما حمرته اللون كده هحط اللبن، هحط حوالي 5 كوبايات لبن، حط كوبايه كوبايه كده. انا طفيت النار عشان ما تكلكعش لغايه ما اخلص، هولع النار تاني. دي اول كوبايه، دي تاني كوبايه كده، تالت كوباية، رشة ملح، رشة فلفل، رشة جوزة الطيب، وهقلب تقليبة كده. كده خلاص هنضيف للبشاميل حاجة حلوة قوي، هحط له صور كريم بيديله طعم حلو قوي، معلقة كبيرة، وهقلبه مع بعضه. البشاميل اللي يغلي بالطريقه دي القوام اللي انا عاوزاه ده، هضيف عليه حبه، احط بس رشه جبنه ميزاريلا الطريقه دي، وهصفي على طول. شايفين القوام؟ بس البشاميل بالطريقه دي هيجي احط حبه على المكرونه، احط الكلام الجميل ده بقى في صواني في الفرن. كمية المكرونة اللي انا حابة احطها، باقي البشاميل على الوش بالطريقة دي. خليها كلها بشاميل، احط على الوش بقى رشة جبنة. هكون مولعة الفرن
هاجي دلوقتي احطها في الفرن، فرن والع بقاله 10 دقايق. احط صينيه المكرونه في الفرن، هتاخد نص ساعه في الفرن ونطلعها. ايه الاخبار؟ نص ساعه سوا حلوه قوي، نطلعها بقى من الفرن. احلى صينيه مكرونه. بعد ما خلصتها بالطريقه دي وقطعتها، تعالى نطلع حته كده كلها بقى بشاميل، والتشيز سايح فيها حكايه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتركوا في القناه واعملوا لايك وشير، وبالهنا والشفا.